السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هشرح لكم منحة ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لقناتنا بتعرض فرص المنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول العربية القوية، تمام؟ المنحة دي في دولة الإمارات. المنحة دي مقدمة من جامعة اسمها جامعة القاسمية في الشارقة، تمام؟ ودي جامعة من أقوى الجامعات حول العالم، ودراسة فيها ممتازة جدا جدا. طيب، بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها هذه الجامعة أو هذه المنحة عفوا، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس، تمام؟ الناس اللي عايزة تدرس البكالوريوس متاح ليها التقديم، إنما الماجستير والدكتوراه غير متاح في هذه المنحة. طيب، بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم، وخاصة طبعا لأنها في دولة عربية فبيتم أخذ طلاب كتير جدا من الدول العربية. بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة دي، هو تمويل صراحة ممتاز جدا. ركز بقى معايا كده في التمويل، لأنه تمويل خرافي. أول حاجة، أنت بتاخد رسوم الدراسة كاملة بالمجان، مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة، كل دراسة على حساب الجامعة. تاني شيء، بيكون في راتب شهري مقداره 600 دولار بتاخدهم شهريا لتغطية يعني أي احتياجات شخصية عندك. السكن الجامعي بيكون متاح، بيكون تذاكر الطيران من بلدك إلى الإمارات ذهاب وعودة بيكون متاح أيضا، بيكون التأمين الصحي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، بتكون تكاليف العلاج على حساب المنحة، وعندك مميزات أخرى زي إنك بتقدر تستمتع بجميع الأنشطة اللي بتوفرها الجامعة، رياضية، ثقافية، علمية، كل الأشياء بتقدر تستمتع بيها كأنك طالب نظامي عادي حتى لو حاصل على منحة، فدي حاجة مميزة جدا جدا، تمام؟ طيب، بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، احنا عندنا تقريبا زي 5 أو 6 كليات متاحة في هذه الجامعة. عندنا كلية الشريعة والقانون، عندنا كلية القرآن الكريم، عندنا كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الآداب وعلوم الإنسان، عندنا طبعا كلية الاتصال. كل الكليات دي متاح ليك التقديم فيها، ودي كليات بيبقى فيها تخصصات داخلية فرعية، تمام كده؟ ففي تخصصات كتير جدا داخل الخمس كليات دول متاح انك تقدم عليهم. طيب، بالنسبة للشروط الخاصة بالمنحة دي، أول حاجة إن سنك ما يعديش 20 عام، لازم ما يعديش 20 سنة، تكون أقل من 20 سنة، 20 سنة بالظبط أو أقل ليس أكثر، تمام كده؟ كمان بالنسبة لشهادة اللغة، المنحة دي ما بتطلبش شهادة لغة إنجليزية، تمام؟ لو أنت هتقدم على تخصصات الشريعة، القرآن الكريم، علوم الإنسان، هذه الأشياء، ولكن لو تقدم على تخصص الإدارة أو الاقتصاد بيحتاج منك شهادة تويفل أو آيلتس، تمام؟ و يعني دول مش محتاجهم عند التقديم، ولكن بعد قبولك بشكل مبدئي بتقدر توفر هذه الشهادات. فلو انت مثلا تقدم على تخصص اقتصاد او اداره مش معاك شهاده لغه حاليا، بتقدر عادي برضه جدا تقدم، ولكن بعد قبولك بشكل مبدئي لازم توفر احد هذه الشهادات. فدي بالنسبه للشروط الخاصه بالمنحه. طيب، بالنسبه لل يعني الاوراق المطلوبه للتقديم، هي اوراق بسيطه مش معقده. مطلوب منك صوره جواز سفر بتاعك مطلوب بشكل الزامي، صوره شخصيه حديثه، في حوالي نموذجين لازم تملاهم، تحط فيهم بياناتك وتكتب فيهم سيره ذاتيه وما الى ذلك، لازم تجيب شهاده حسن سيره وسلوك انك يعني ما ارتكبتش اي جريمه في بلدك وانك شخص مستقيم، ولو كنت مقيم في دوله الامارات حاليا فبتجيب صوره الهويه بتاعتك في الامارات، تمام كده؟ وطبعا بتجيب صوره بقى عن شهاده المؤهل الدراسي، شهاده الثانويه العامه. فدي بالنسبه للاوراق المطلوبه. طيب، بالنسبة لآخر ميعاد للتقديم للمنحة دي هو 31 مارس 2021، تمام كده؟ فده آخر ميعاد للتقديم بالنسبة لهذه المنحة. كمان عندنا بعض الملاحظات، إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية، زي إن إحنا بنوفر منح مضمونة القبول 100% في دولة الصين، خدمة التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، وخدمة تجهيز الأوراق، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي روابط جميع الخدمات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب كده شرحنا كل التفاصيل المنحة، خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة وإزاي ممكن نقدم ليها. وهنا ده موقعنا الرسمي، هتلاقوا عليه منح وفرص كتيرة جدا، ياريت برضو تتصفحوها عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية، تمام؟ بالنسبة للمنحة اللي احنا بنتكلم عليها، منحة جامعة القاسمية، هتلاقوا برضو أيضا هنا التفاصيل في المقالة، الجهة المانحة، الدول المتاح ليها التقديم، المرحلة الدراسية، التمويل، الشروط، التخصصات، كل حاجة تم شرحها عن المنحة هتلاقوها موجودة هنا، تمام كده؟ طيب، وهنا برضو هتلاقوا خدماتنا الإضافية،
تمام اللي احنا بنعرضها 4 خدمات، ولو عايزين تقدموا على اي خدمة من الخدمات دي هتلاقوا روابط خدماتنا من هنا وشرح تفصيل اكتر عن كل خدمة. خلينا دلوقتي نروح نشوف يعني التفاصيل الرسمية من موقع الجامعة نفسه ونشوف ابلكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك تفاصيل المنحة ويفتح معاك ايضا ابلكيشن التقديم. تمام، ده الموقع الرسمي لجامعة القاسمية، فهتلاقي هنا التفاصيل كلها، بيشرح لك برنامج المنحة الدراسية، بيشرح لك ايه تفاصيله، ايه ضوابط استمرارية المنحة، ايه التمويل المتاح هنا، كل حاجة موضحها لك في الجزء ده. تمام، وهنا بيشرح لك بقى كيفية التقديم، وهنا شروط القبول. كل سيكشن بتلاقي فيه معلومات عن المنحة، تمام، بيشرح لك ازاي ممكن تقدم، ازاي التمويل اللي بتقدمه الجامعة، كل التفاصيل الخاصة بذلك بتلاقيها هنا. وهنا برضو بيشرحوا كيفية التقديم في المنحة وتسجيل الدخول والأشياء المطلوبة للتقديم. تمام كده، طيب عشان تقدم هتيجي تضغط على كلمة سجل الآن دي عشان يدخل معاك لأبليكيشن التقديم الخاص بالمنحة. تمام، ونعرف كل سيكشن مطلوب في المنحة دي وازاي ممكن نملأه. هيفتح معانا هنا أبليكيشن التقديم. طيب ده الأبليكيشن الخاص بالتقديم، هتلاقي هنا مطلوب حوالي 7 categories، تمام، او 7 sections، فانت لازم تملى كل سيكشن من دول وكل فقره من دول وتحط فيها البيانات المطلوبه. فاول حاجه بيقول لك التعليمات، دي تعليمات المنحه. بعد كده بيقول لك حدد بقى العام الدراسي اللي انت عايز تقدم ليه. بعد كده بتحدد التخصص، تمام، تحدد الرغبه الاولى، يعني مثلا عايز الاقتصاد والاداره، كليه الشريعه، القران الكريم، الاداب والعلوم الانسانيه، بتحدد الرغبه الاولى. وبعدين بتختار التخصص بشكل داخلي، يعني بتبقى في اللي هي التخصصات الميجور وفي الماينور اللي هي التخصصات الفرعيه الداخليه تبع اي تخصص من دول. تمام كده، بتحدد الرغبه الاولى، الرغبه الثانيه، الرغبه الثالثه، لحد اقصى 3 رغبات. بعد كده بتحط هنا البيانات الشخصيه، اسمك، اسم العائله، تمام، بتحط جنسيتك. بعد كده السكشن اللي هو دوت فيه رقم جواز السفر، مكان اصدار جواز السفر، رقم الهويه الشخصيه الخاصه ببلدك، تاريخ ميلادك، مكان ميلادك، والجندر بتاعك، والديانه، والحاله الاجتماعيه. بعد كده بيجي هنا بيقول لك صوره جواز سفر، وهي مطلوبه هنا بشكل الزامي، لازم يكون معاك جواز سفر عند التقديم، بتحط صوره جواز سفر هنا. ولازم كمان يكون عندك صوره شخصيه ليك حديثه ذات خلفيه بيضاء وتحطها هنا. مطلوب شهاده الميلاد الخاصه بيك ايضا ترفقها، تمام، ولو انت كنت مقيم حاليا في دوله الامارات بتحط صوره الاقامه بتاعتك، والبطاقه الشخصيه او الهويه الشخصيه لو انت حابب تضيف بطاقتك الشخصيه او الهويه الوطنيه بتاعتك ممكن ايضا تضيفها. هو انت بالفعل ضفت جواز سفر، ممكن عادي تضيفها بشكل اوبشنال كيعني لصوره الهويه. تمام، بالنسبه لبيانات العائله مطلوب منك بيانات العائله، اسم الكامل لولي الامر والديانه وما الى ذلك، فبتحط كل المعلومات دي. معلومات الاتصال هنا بالنسبه لبلد الاقامه اللي انت مقيم فيها حاليا، الايميل بتاعك، عنوان السكن بتاعك، الهاتف بتاعك، كل التفاصيل دي بتحطها هنا. بنيجي للسكشن الخاص بالمؤهلات، شهادة الثانوية العامة بتاعتك اللي انت حصلت عليها او لسه مثلا لو انت في اخر سنة هتحصل عليها، انت من مدرسة حكومية او خاصة، نظام الشهادة يعني ايه بالظبط، الفرع كنت علمي ولا ادبي، اسم المدرسة، كل التفاصيل دي بتحطها هنا. وهنا بتحط شهادة الثانوية الاصلية، تمام، وبتحط كشف الدرجات للصف الاول ثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي اذا انهيته. تمام كده، طبعا لو انت في اخر ترم من الصف الثالث الثانوي بتحط يعني الترم اللي قبله، يعني هنا كشف الدرجات للصف الثاني عشر اللي هو الثالث ثانوي، تمام، لو انت لسه ما خلصتش ممكن تجيب درجات الترم الاول، تمام، لو انت لسه ما انهتش السنه الدراسيه بشكل كامل. هنا في شهادات اخرى لو انت عندك طبعا مؤهلات اخرى او درست في مدارس اخرى، بتحدد كل ده هنا بشكل اوبشنال. هنا اللغات اللي انت بتعرفها، اللغه العربيه والانجليزيه، بتحدد مستواك فيها. هنا مطلوب مستندات اخرى، مطلوب منك صوره شهاده حسن السيره والسلوك، انك طالب يعني منتظم، تمام، وانك كمان شخص مستقيم في دولتك، ودي بتجيبها من اي مؤسسه حكوميه موجوده في بلدك، بتقول لهم انا عايز اطلع زي كده كريمنال ريكورد، او عايز اطلع زي اثبات حسن السيره والسلوك، او الفيش الجنائي زي ما يسموه في مصر، تمام، انك ما ارتكبتش اي جريمه في بلدك، تمام. وبيطلب منك كشف طبي، ممكن تحطه ممكن لا في الوقت الحالي، لان طالما السكشن محطوط عليه علامه النجمه دي كده يبقى مطلوب بشكل الزامي. هنا ده مش محطوط عليه علامه النجمه يبقى مش مطلوب بشكل الزامي، ممكن لو عندك شهاده طبيه بتثبت خلوك من الامراض تحطها، لو مش عندك خلاص. هنا عندنا 2 نموذج لازم نملاه، هتلاقي هنا نموذج رقم 1 والنموذج رقم 2. كل نموذج من دول
في معلومات لازم تعبيها. ده النموذج الاول، تحط فيه صورتك الشخصيه هنا وبتعبي كل معلومه من هذه المعلومات قدامها، تمام كده، وتحط اسمك في النهايه. النموذج رقم 2 هو بهذا الشكل برضو، بتحط صورتك هنا، تملى كل البيانات دي كده، وبتحط سيرتك الذاتيه، بتكتب معلومات عن سيرتك الذاتيه بشكل واسع هنا، وبتحط اسمك في الاخر وبتوقع وخلاص، تمام، وبترجع ترفع هذه النماذج تاني على موقع المنحه، تمام كده. طيب خلاص انت كده ملأت، بتيجي هنا وبتوافق على كل الشروط الخاصه بالمنحه، وبعد كده بتعمل ارسال، ويبقى طلبك تم بنجاح ارساله الى هيئه المنحه وبيتم مراجعته، تمام. يبقى كده عرفنا كيفيه التقديم للمنحه دي، وعرفنا شروطها وكل تفاصيلها. منحه مميزه جدا، وفي دوله من الدول القويه، واللي فيها التعليم يعني ممتاز جدا على مستوى العالم. فان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحه دي. ما تنسوش خدماتنا الاضافيه اللي احنا بنقدمها لو حابين تستعينوا بهذه الخدمات، وكمان ما تنسوش اخر ميعاد 31 مارس 2021. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.